علاقتنا بدأت من أول مساج. إحنا علاقتنا بدأت من أول سيفي. من أول صورة. علاقتنا غتبدا من أول صالير. لي كوب اللي غادي يكونوا معانا هما هادو جول خير الله يستر. غير هو السبن كيران ما عرفتش علاش ما بغاش يبين النصف الثاني ديالو. كيفاش النصف الثاني ديالي؟ واش أنا بنت لك نصف ولا شنو؟ هلا لا أنا راه ما غنبينش، ولكن راه كان وعدكم إلا ربحت غادي نبين. Alors c'est une exposition très importante aussi pour le musée d'Orsay parce que c'est la première exposition consacrée à l'impressionnisme qui se tient sur le sol africain et nous sommes très heureux de débuter cette grande aventure avec le Maroc et avec le beau musée Mohamed VI. عدد انتخاب الحبيب المالكي يعني كتبان لي طبيعيه على لعده اعتبارات. بعض الاجواء التي كانت في 2016 وتحديدا الى حدود مارس 2017 لم تبقى قائمه. اليوم حنا في واحد الاغلبيه، لذلك لم يكن هناك نقاش كثير حول هذا الموضوع. لا ما تقلقش، لانه حتى هو فاش قلت لي على سميه دلال عجبته دلال، بالعكس هذا كيبقى الفن. يعني راه لا الا بدلت سميتي في الميدان راه ماشي يعني بدلت سميتي في الحاله المدنيه. فهمتي؟ نو اسم فني واحترمه واعجبو فقط. قالت لي عندي خويا بيلوت ديال الطياره كلاو من بعد، قالت لي كيدوز من فوق دارنا كيكلاكسوني. الله. قالت لي بعض المرات كنطلعوا لي الغدا كاع كنحزموا لي كوكوط غدا وتصفر حتى الفوق يهبط لي محبل. برنامج هذا العام برنامج غني زيد بزاف على الدوره، على الدوره الاولى ما يختلفش على جوج، على انه لقات نجاح كبير وكبير 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 بزاف. الشيء اللي رفع التحدي على انه خاصك دير دوره ثانيه اكثر من الدوره الاولى. معنا مكالمه على الاثير من السي هشام القروج، العداء ديالنا بغى يقول لكم شي حاجه. تفضل سي القروج. الو سي سعيد، معك هشام القروج، صافا؟ الحمد لله سي هشام، انت لاباس؟ لاباس الحمد لله. شوف هادي راه غير ضاربه النجاح، وانا براسي ملي ما لقاو منين يشدوني داك العام اتهموا ولد عمي بانه شرى الشكلاط من فلوس الدوله. ولد عمي داك الوقت كان داره الدرسه، وهذا دليل على انه ما يمكنش ياخذ الشكلاط في ديك اللحظه. وانا بدوري كنشارك بلا كوليكسيون ديال الرجال اللي كندوز فيها القفطان وجبادور، وكندير فيها الجلابه والسلاهم بخدمه المعلم والتعصاب. وانا جد فرحانه حيت شاركت بهاد لا كوليكسيون ديال الرجال، حيت كتعجبني كيعجبني ندير لا كوليكسيون ديال الرجال اكثر من ديال النساء. اليوم غادي تنظم لقاء تواصلي بخصوص احداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب اللي هو تنص عليه في القانون ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. اللقاء ديال اليوم هو لإطلاع اولا اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب اللي هي في إطار العلاقات الثلاثية ما بين الأطراف الثلاث، هي الدولة أي المملكة المغربية والآلية اللي هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية. هادي عام ونص ما ركبتش وكنت في حالة ما نعاودش ليك، كنشوف البنات راكبين وانا كنبكي. الحمد لله تجاوزت ديك المرحلة ودابا اول موسم ليا بعد الولادة.
الصربة كتكون من 11 بنت، أكبرها سن 26 سنة وأصغرها فارسة نسرين تاليد واللي هي الأخت ديالي 10 سنوات. لبنى الوزاني استطاعت أن تخطف أنظار الشباب ليس فقط بوجودها كشابة وحيدة مرشحة لاجتياز اختبار سباح منقذ، ولكن لإثباتها نظرية التحدي من خلال تفوقها في تمارين الاختبار وكيفية الإنقاذ من الغرق، والتي نظمتها مصالح الوقاية المدنية بطنجة لاختيار السباحين المنقذين خلال الموسم الصيفي لهذا العام.